كلامنا مع حضراتكم ما انتهاش اكيد عن فرحه الاهلي بجانب بعض برضو الملفات واهمها مباراه طبعا منتخبنا النهارده امام غينيا. هنتكلم في كل التفاصيل دي بس مع ضيوفنا خلينا نرحب بيهم في البدايه كابتن ياسر مصطفى نجم الاهلي السابق والاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي. بونجور صباح الهنا صباح النور وميرسي كتير ميرسي كتير. لازم طبعا كل مره كابتن ياسر بيجي يوريهم صورتك يا كريم أهو. لازم يجيب لنا صوره لينا يخش يدور كده وجاب لنا النهارده هذه الصور. لا واللطيف بقى كمان يا حضرات مش مجرد الصور يعني في ورق دي اولا زي ملزمه كده تتذكروا عليها ملزمه دي بقى فيها باختصار كل النقاط مذاكر. اللي ممكن تخلي يعني حضراتكم وجايين معاكم دكتوراه في الماتش اللي هو بيفصصه بالمعنى حد. عشان كده كنت بساله من شويه بقول له يعني انت بتستمتع زينا بمتابعه الماتشات ولا اللي بتقعد تأيد الحاجات وبتفهم ممكن تبقى المتعه منقوصه الى حد ما؟ لا طبعا الاول صباح الخير وطبعا سعيد ان انا موجود معاكم طبعا ودايما بكون مبسوط ان انا موجود في قناه النادي الاهلي في بيتنا طبعا. طبعا موضوع التحليل دوت جزء من شغلنا الطبيعي ان احنا لما بنيجي نحلل الماتشات واحنا شغالين بنحللها بنفس الطريقه بنتفرج من الناحيه الفنيه اكتر من الناحيه يعني مش زي الجمهور يعني بتفرج على النواحي الفنيه اكتر شويه. فبالتالي انا دايما بتفرج تلاقيني بدون كل حاجه حتى الماتشات عاديه معدي مرحله الاحصائيات اللي بتظهر على الشاشه وقت المباراه اللي هو مثلا نسبه الاستحواذ هو بقى مفصص نسبه الاستحواذ دي لعدد التمريرات عدد الهجمات ويعني للدرجات دي يعني. ما الحمد لله انت عارف حضرتك ان انا حاصل على رخصه ايه من الاتحاد الافريقي وحاصل على رخصه ايه من الاتحاد الاسيوي يعني الحمد لله انا حاصل على رخصه ايه من كارتين من كاره اسيا وكاره افريقيا واخد دبلومه في تدريب حراسه المرمى واخد من الارسنال الانجليزي فالحمد لله يعني ما شاء الله دايما الحمد لله يعني ده ابديت دايما لكل حاجه جديده يعني. فبشكر حضرتك طبعا وكابتن نهواندي وبشكر حضرتك طبعا على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته يعني. خلينا بقى نخش في الماتش شويه وهبدا معاك في النقطه دي استاذ شادي. ال11 والنجمه ال11 البعض كان بيشكك ان الاهلي هيقدر ان هو يحصل عليها والبعض الثاني كان مؤمن ان النادي الاهلي هيحصل عليها، كنت مع اي كفه اكتر؟ طب الاول بس صباح الخير وصباح النصر. انا مبسوط جدا ان انا معاكم واحنا كمان والله. هو تقريبا بسبب اللي حصل الموسم اللي فات وتغيير المدربين لغايه لما جه كولر الناس ما كانتش لسه برضو يعني بنقول ايه احنا بنبني فريق جديد بنقدر في هزه حصلت للفريق صحيح. اتنين دوري راحوا نهائي راح افريقيا الموسم اللي فات ودي طبعا اسباب وممكن نتكلم فيها بس الناس قالت لا احنا بنبني فريق جديد ونقدر ناخد بيه بطولات ونقدر نتحرك وكان هدف الجماهير الاول الدوري كان الناس كلها اهتمامها بالدوري وبعدين جه ماتش سان داونز الناس جالها احباط شويه بس طبعا مش كل الناس بدا الاهلي يفوق وكانت بصراحه هي نقطه الانطلاق ويعني زي ما قال الشوالي استندمون فلا يعني بعد ماتش سان داونز الناس شافت اداء الاهلي اتغير وابتدى كولر كمان يكتسب خبرات افريقيا لان هو كان برضو غريب عن القاره وما كانش فاهم اللي بيحصل فيها ومش فاهم الظروف المحيطه لكل مباراه والسفر وطبعا في بلاد ما فيهاش الخدمات الكامله للفريق او الارض او الملاعب الممهده او 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 فلا في ناس كانت مؤمنه جدا ان الاهلي بعد ماتش سان داونز الماتش ده هيفوق وكان زلزال هيحرك الفريق وقد كان وكان بشرة خير بالنسبه لنا. لا انا شايف لا في ناس كتير جدا كانت متخيله ان الاهلي ممكن يوصل وبعد ماتش الهلال طبعا بعد ما صعدنا من القاهره من دي 3-0 لا الطموحات زادت وارتفعت وخاصه بعد ماتش الرجاء المغربي لا الموضوع اختلف. اللي عايز اقولها هي الفكره بس ان انت ساعات ايه بصدد الفرحه فالفرحه دي تتفرمل انجاز التعبير حصلت في حاله سان داونز ماتشنا مع سان داونز وحصلت لما الوداد جاب الهدف الوحيد اللي جابوه في ملعبنا في المباراه الاولى في مباراه الذهاب واخد بالك ازاي ففي ساعات الفرحه بتتفرمل بس في كل الاحوال اكيد كده كده الالقاب القاريه ليها رونقها وليها هيبتها وليها خصوصيتها وليها وضعها لما نبقى احنا الفريق الوحيد اللي في العالم اللي ماشي شبه راس براس مع ريال مدريد في الحصول على لقب الاكثر تتويجا بالالقاب القاريه بتشوفوا الحكايه دي ازاي؟ كلام حضرتك طبعا كلام سليم جدا بدليل ان احنا حاصلين على 11 مره بطوله دوري الابطال وما بتجيش بالصدفه يعني انا توقعت قبل الماتش ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله وكان توقعي مبني على عده عوامل
اولا النادي الاهلي اداؤه في المباراه الاولى كان اداء بطولي من اللعيبه بشكل كبير جدا. لما حضرتك تيجي نروح لحته بدايه يعني في التشكيل، لما نقول مصطفى شوبير لما يجي الحارس رقم 3 يلعب اكيد ويؤدي المستوى ده، اكيد ان هو متجهز بشكل كويس جدا. فقيس على كده التيم ككل، لما يبقى الحارس رقم 3 متجهز نفسيا وبدنيا بالشكل دوت، يبقى قيس بقيه التيم عامل ازاي. طبعا الجون اللي جه فينا وده طبيعي، ان انت بتلعب وبتهاجم وعاوز تجيب الجون الثالث ممكن يحصل اخطاء، وده طبيعي اي حاجه ممكن يحصل فيها اخطاء. لكن ما كانش عندي شك حتى لما جه فينا الجون هناك ان احنا مش هناخد البطوله. ليه؟ لان اداء الفرقه الشوط الثاني اتغير بشكل كبير جدا. مستر كولر حاطط ايده على مفاتيح الفرقه بشكل كويس، اوضه اللبس منضبطه بشكل كويس. ده هتشوف حضرتك في طبعا في الفرحه بعد المباراه لما الشناوي يدي ميداليته لمصطفى شوبير. طبعا دي تقول لك ان اوضه اللبس جواها في ايه. المدير الفني اللي دايما معاه مفتاح اوضه اللبس دايما يعني الفرقه دي رايحه في اتجاه سليم دايما. دايما حضرتك لما بتبقى مسيطر على اوضه اللبس وشكل التيم منظم بالشكل ده، لما تشوف نمبر 1 في النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ما يطلعش على منصه التتويج ويودي كابتن حسام غالي، معناها ايه؟ معناها ان في نظام وفي سيستم ماشي. انا رئيس النادي لكن هو رئيس البعثه، هو اللي يطلع يسلم. هو ده الفرق بين النادي الاهلي وبين اي فرقه ثانيه. لكن في عوامل ثانيه فنيه بقى نقدر نتكلم فيها طبعا مع في خلال الحلقه، لكن انا بتكلم كسيستم عام للنادي الاهلي. ما كانش عندي شك ان النادي الاهلي هياخد البطوله. في عوامل ثانيه بقى زي الوداد وصل 6 مرات للنهائي، دايما المره الاولى بياخد البطوله، المره الثانيه ما ياخدش البطوله. احنا ماشيين كده. حتى كان في كوميكس اتعملت على السوشيال ميديا اللي هو ها دورنا بقى المره. ايوه بالظبط كده. ايوه بالظبط كده. فانا كان عندي اللقاء قبل الماتش بيوم في احد القنوات، فقلت لهم ان شاء الله احنا واخدين البطوله دول. ده يعني بيزد على الواحد مره ومره. يا باشا تيم كونج بشكل فظيع. لما تيجي حضرتك تتكلم كده، وبعدين النادي الاهلي دايما في المواقف الصعبه بيبان البلاس 90 دايما. فاحنا دلوقتي كان دور الماتش دوت ان احنا لما يجي فينا جول في المباراه الاولى فخلاص البلاس 90 هيجي في المباراه الثانيه. يعني رجاله النادي الاهلي بتظهر في الازمات. حتى الفرحه بتاعتهم ممتعه يعني تحب تتفرج عليها كتير. من كتر دمهم خفيف كمان، دم الخفيف زي ما حضرتك قلت وكابتن قالت، يعني الدم خفيف والاجواء جميله. فطبعا يعني النادي الاهلي ادى مباراه يعني رائعه. لكن هو الحاجه الوحيده اللي ما كانتش عجباني كان الحكم بصراحه. لا ده تسيمه يعني في حته ثانيه خالص بعيد عن اللقاء. هنيجي للملف ده لان ملف التحكيم محتاجين كمان نقارنه بالازمنه السابقه ونشوف اذا كان في قانون ولا لا. استاذ شادي برضو خلينا نروح نعلق شويه على قصه هنا تاهلنا لكاس العالم للانديه للمره الرابعه على التوالي والتاسعه في تاريخ النادي الاهلي. يعني مش بتيجي بالصدفه، ولو ان حتى البعض قال لك لا ده كله بالصدفه، ما بتجيش بس فيش حاجه بتيجي بالصدفه. انت بتجتهد، بتشترك في بطولات مختلفه، بتشتغل على ان انت تفوز. كل ده بيؤدي في النهايه ان انت بتمثل مصر في محافل دوليه زي كاس العالم للانديه. فخليني بقى اروح معاك لسؤال شويه جريء. هل احنا برضو هنشارك النسخه دي واحتماليه فوزنا او الرانكينج بتاعنا او الترتيب بتاعنا هتكون زي كل مره، ولا فرصتنا اكبر لان الظروف دلوقتي افضل الى حد كبير والثقه اعلى والمستوى بتاع اللعيبه كمان في ثبات؟ يعني كنا بنشوف، مش عايزه اقارن بين كولر ومدربين فنيين اخرين، لكن كولر استطاع بنجاح جدا ان هو يعمل تثبيت كمان وثبات في المستوى الفني الرائع للعيبه. الروح المعنويه افضل بكتير، الشق النفسي افضل بكتير. فخليني اخد وجهه نظرك هنا. لا هو ما فيش حاجه بتيجي بالصدفه خالص في كره القدم بالذات. حتى ممكن لما نقول ايه، في توفيق زياده عشان في اجتهاد، عشان في فرقه وفي منظومه كامله شغاله بشكل احترافي قوي جدا. اما كاس العالم للانديه لا، انا يعني شايف المره دي هتبقى مختلفه شويه. طبعا العوامل حضرتك قلتيها، لكن في كمان نقدر نقول في تدعيمات هتحصل للفريق في بعض المراكز اهمها راس الحربه. هيبقى الموضوع هيبقى مختلف شويه، زائد كمان ان انت هتلعب في السعوديه. الموضوع كمان هيبقى جماهير عليه عامل كبير جدا جدا. وبالمناسبه انا بالفرصه دي عايز اتكلم على جماهير اللي حضرت ماتش الوداد
الجماهير المصريه ان هم تقريبا ما كملوش 1000 بس عملوا ملحمه هناك. شيء عظيم جدا. ما يعني الهتاف 90 دقيقه او بعد ال 90 دقيقه كمان استحقوا كمان تواجد كابتن محمود الخطيب طبعا المكسب كله طبعا والناس دي عملت كمان دخله عظيمه جدا 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 وحصلت مشكله كبيره جدا في المغرب هناك للالتراس الوينرز هناك اللي هو الالتراس الوداد لان جماهير الاهلي رد عليهم بالدخله والحاجات دي بتبقى سريه جدا لما هم عملوا الدخله بتاعتهم جماهير الاهلي رد عليهم يعني فيما معناه ان هم كانوا عارفين الدخله فردوا عليهم في الوقت نفسه فدي كانت مشكله كبيره جدا حتى حصل مشاكل هناك كمان بسبب موضوع الشماريخ اللي ولعت كان لقطه غريبه صح على فكره ناس كتير شافت ان اللحظه اللي احتفل فيها جماهير الوداد بالفوز المبكر التيرن اللي حصل للاهلي بالظبط كده الخمس عشر دقائق اللي الامور وقفت فيهم الماتش وقف فيهم طبعا لعدم وضوح الرؤيه خالص ناس كتير شافت ان في الفتره دي تحديدا الاهلي رجع يلملم اوراقه وكل العارف يعني يستفرد باللعيبه ويدخ فيهم برضه صحيح يعني دوت توجه لهم سهام النقد كمان بشكل كبير جدا قال لهم ليه يعني انتوا بتعملوا كده ليه احنا خلاص يعني ما فيش وفعلا الماتش اتحول بعد اللقطه دي الاهلي خد نفسه قدر كولر يجتمع باللعيبه لملمهم الدنيا اتغيرت خالص بعد اللقطه دي ودي كانت نقطه تحول سر المباراه اما كاس العالم للانديه لا يعني انا لا المره دي ان شاء الله انا متفائل خير كولر كمان انا متفائل بيه جدا من اول ما جه مدرب عنده سي في محترم راجل هادي راسي ناضج عايز يعمل حاجه يعني احنا عندنا نوعين من سويسرا مدربين سويسرا سويسرا شبرا بلد وسويسرا اللي جاي ايه سويسرا المحطه اللي ما لحقش اللي ما لحقش وقال لك لا انا ماشي زي فايلر لا كولر مدرب محترم جدا عنده فكره وما بيسمعش صوت مثلا انتقاد جماهيري او اعلامي هو مركز جدا في شغله الراجل ردوده كمان كانت واضحه جدا في كل المشاكل والازمات اللي تعرض لها النادي كفايه المؤتمر الصحفي اللي كان في المغرب قبل المباراه يعني الراجل رد عليهم ردود افحمتهم كلهم فعلا وعمره ما بيعول الخساره او المكسب على حاجه دايما عليه نفسه المره الوحيده اللي طلع اللي جواه لما اتكلم عن النقطه حضرتك ذكرتها اللي هي التحكيم قال لك انا عمري ما شفت ده في العالم صحيح هي كانت مباراه قبل المباراه موضوع المؤتمر الصحفي اللي زي ما الاستاذ شادي قال هي كانت مباراه قبل المباراه كابتن شناوي والمدير الفني عملوا بدأوا المباراه بدري جدا في المؤتمر الصحفي ليه؟ لان هو مش عاوز يفتح مجال في اوضه اللبس للكلام على التحكيم بشكل كبير جدا وده المدير الفني اللي عنده خبرات عاليه اللي هو يبعد اللعيبه عن الضغوط وعن الكلام في التحكيم هو اللي بيطلع يتكلم ومن حقه ان هو انا المدير الفني انا من حق اطلع اتكلم على التحكيم لكن اوضه اللبس مفيش لعيب طلع يتكلم خالص ولا جاب الموضوع ده خالص ودي حكمه المدير الفني اللي عنده خبرات عاليه وبعدين النادي الاهلي في المقابل بقى يعني لو تسمح لي واسف على المقاطعه بس احنا بقى محتاجين نتكلم شويه عن التحكيم الحقيقه نظرا ان هو ابتدى يشكل ظاهره كونيه في الفتره الاخيره ومن سخريه القدر يا استاذ شادي ان ساعات تلاقي تعليقات من بعض جماهير الفرق المنافسه يقول لك يا عم الاهلي بيفوز بالتحكيم في نفس الوقت اللي لعيبه النادي الاهلي بجهازه الفني بجماهيره واحنا الاثنين على وشك نتشل من غرابه التحكيم اللي احنا بنتعرض له فالملف ده ليه دايما فيه عوار ليه دايما عندنا مشكله مع التحكيم وكان فيه يعني مش عايز اقول كلمه مؤامره افريقيه تجاه النادي الاهلي بجد انا كنت بتفرج انا واولادي على المباراه ولادي انا عندي يعني انجي يعني مش في الكوره قوي يعني لكن قالت لي الحكم ده غريب جدا يا بابا يعني هي مش في الكوره نطقت يعني نطقت قالت لي الحكم ده غريب جدا ايه الحكم ده فيعني انا اقول لحضرتك احنا بتفكرنا الماتش ده بالافلام الابيض والاسود بتاع زمان جدا جدا يعني ما شفتش حكم انا كده خالص على الانذارات اللي ايوه وبعدين يطلع يحضن في اللعيب دوت ويزق اللعيب ده انا ما شفتش كده خالص يعني ايه اللي انت بتعمله ده مش فاهمك انا يعني انا قاعد انا مش فاهمه بس احنا هنتكلم عن الحكم بتاع المباراه الاولى كمان كان صعب جدا وعلى مؤاخذ كبيره جدا هو الحقيقه التحكيم في افريقيا نقطه سوداء عندنا مشكله من زمان لا صعب قوي مش شايف اي تطوير فيه ومش فاهم ليه حتى يعني لو في حكم كويس اعتزل ما بيجيش بداله فاحنا يعني طول الوقت تخوفاتنا كلها بتبقى من التحكيم مش من حاجه ثانيه صحيح انت دايما بتدور على فير بلاي انت مش عايز اكتر من فير بلاي يعني لكن ده مش محقق الى حد كبير ده في فاولات كارثيه في المباراه فاولات كارثيه وبعدين يقول العب انا مش فاهم مباراتك ازاي وبعدين لما جبنا الجون
ادى وقت ضايع بعدين ادى زود الوقت الضايع، تحس ان هو عاوز يلعب لتاني يوم، بس هو لو قعد ثلاث ايام احنا خدنا البطوله خلاص. صحيح. يعني الموضوع انتهى، بس كنا على اعصابنا برضو الثمان دقايق. لا والله ما كانش يعني عندي زي تشك، ان لان اللعيبه بدات تقف، تمركزات بدات تبقى كويسه، التغييرات بدات تبقى. ما انت على اعصابك مش علشان اللعيبه مستواها هيبقى وحش، بس عشان انت خايف اي حاجه خارجيه تحصل. انا كنت يعني خايف بس ان هو يحسب اي ضربه جزاء وهميه مثلا. طيب. والشد اللي حصل بين اللعيبه، ما لقيت أيوه. فجاه يعني ايه التوتر اللي حصل في الملعب ده، خوفنا ان يبقى في اي حاجه تحصل. صح كلام مظبوط. انا النقطه دي عايز اتكلم فيها بقى. احنا كنا عندنا مشكله كبيره جدا مع فرق شمال افريقيا، منتخبات وانديه، ان هم بيمارسوا علينا ودايما ضغوط رهيبه، ودايما كنا بنخسر المعركه دي، ان هم يقعدوا يقعوا على الارض وبيسموها كده بالبلدي وعلى السوشيال الكلحه الكرويه. فكانوا بيكسبونا وكانت بتاثر في النتائج مباريات كتير جدا. انا شفت الاهلي الحته دي اختلفت، وبقى هم اللي بيصدروا الازمه النفسيه للفرق في شمال افريقيا، وده باين في الماتش الاخير وماتش مباراه الرجاء والترجي. بس بينتج عن ده برضه استاذ شادي، كتير من الاحيان بتشوف مظاهر لغل مش كروي بقى، غير طبيعي يعني، فاهم؟ بنعدي مرحله الغل الكروي. صحيح. وندخل في حاجات وتحسها يعني في شخصنه للامور، وفي مناوشات غير طبيعيه. والاجواء بتبقى مش عايز اقول حماسيه، مش حماسيه كده، الموضوع بيوصل عدائيه. عدائيه طبعا، بالظبط، توصل لعدائيه. طب انا مش فاهم ليه كده، انا بتفرج قبلها بيوم نهائي شامبيون ليج دوري ابطال اوروبا، لا الموضوع مختلف خالص، ما فيش الكلام ده يا جماعه. ده يعني احنا بعيد قوي، الفكر ده بعيد قوي عن مصر افريقيا. لا وشفنا فيه حتى في الشوط الاول او في ماتش الذهاب في عنف من قبل اللعيبه. مش عايزين نطلع ننتقد، بس احنا بنقول شواهد بانت بالعين المجرده. كان شد شكل، كان اسمه ايه اللاعب اللي شد ياسر ابراهيم من التيشيرت، كان بيوقعه على الارض. يعني حاجات فيها مش منطقيه حتى ابدا، عيب يعني. ثقافه عندهم، هي ثقافه بس عندهم. الشماريخ دخلت ازاي؟ لا يعني انا عايز اعرف الشماريخ ازاي. ده كان في خط انتاج شماريخ يعني. مش بيقول واحد داخل شماريخه تحت برضه، ده في خط في مصنع حاجه مش طبيعيه. ده سؤال في محل حقيقي. في محل ازاي؟ في ماتش الترجي اللي حصل فيه الازمه كبيره، الراجل داخل بمنشار خشب، يعني اللي بينشر الخشب ده مثلا. ده ماتش سيء جدا. حرام اصفر عن يعني وفاه فتاه 23 عام. لا انا بتكلم على الترجي مش الرجاء، الترجي بتاع تونس اللي هو حصل بسبب العقوبات على جماهير الترجي. ومنعوهم من ان هم هناك. الموضوع مسموح اللي هو دخل شماريخ ودخل، ده داخل بمنشار يعني. الموضوع صعب قوي. فاضل ايه؟ فلا الموضوع بيبقى هو عندهم الثقافه دي. فرق شمال افريقيا الالترس عندهم، هم بدايه الالترس ظهرت في افريقيا عند دول شمال افريقيا، المغرب وتونس بالذات. فثقافه الشماريخ دي عندهم منتشره بشكل كبير جدا. لما حبوا يعملوا استعراض الشماريخ او البير شو اللي عملوه ده يعني فرد عضلات. المفروض في اتحاد افريقي لكره القدم، وده اللي مخلي سؤالنا هوند في محله فعلا. صحيح. يعني هذا الكم من الشماريخ داخل ازاي؟ ما مسموح، مش زي عندنا. احنا عندنا الموضوع فيه ريستريكشنز يعني. لا وزي ما الكابتن هوند قالت، يعني اللعيبه اللي بتقع والكلام ده، انا اشتغلت كتير في السعوديه مع مدربين توانسه زي ما الكابتن شادي حضرتك والكابتن هوند بتتكلموا. هي بقى في المدرسه ديت كلهم بيعتمدوا على حاجه اسمها تكسير ريتم بالنسبه للناحيه الفنيه. يعني لما نيجي نتكلم فنيا اسمها تكسير ريتم، لما يبقى الريتم عالي بتاع الفرقه الثانيه وهو مش قادر يجري الريتم العالي ده، فبيعمل حاجه اسمها تكسير ريتم، اللي هو ايه، واحد يقع والثاني يطلع، وده واحد ياخد انذار، وواحد يتعمد يعمل مشكله عشان يعطل اللعب شويه. دي بيسموها المدربين، انا اشتغلت طبعا مع الصعيد ده كتير جدا في السعوديه، بيسموها تكسير ريتم. يعني ده ناحيه فنيه بيشتغلوا عليها المدربين اللي هم بتوع المغرب وتونس، يعني هي فنيه وبياخدوها في الدورات بتاعتهم. ازاي تكسر رتم الفرقه الثانيه؟ يعني مدير فني بيوجه اللعيبه ان في بعض الاحيان يلجأوا للطريقه دي، يعني عند الضغط انا عايزك تقع من طولك في وسط الملعب وتعمل ميت، واعمل ممكن اعمل فاول تكتيكي اعمل فيه تكسير للريتم وافضل واقع شويه كتير، وبعدين ينزل الدكتور وبعدين يطلع الدكتور واحد ثاني يقع، ده عشان يهد رتم الماتش. لو انا مثلا بعمل ضغط عالي من فوق، او انا رتم الفرقه بتاعتي رتمها عالي جدا، فهو عشان مش قادر يجري الرتم العالي بالناحيه الفنيه فبيعمل حاجه اسمها تكسير للرتم، على اساس ان هو يشتغل الناحيه الفنيه بتاعته مش قادر يجري، ولا البدنيه انه قادر يجري الفرقه الثانيه،
فبالتالي بيبدا يعمل موضوع تكسيرات ان هو يبدا طيب. يقع يطلع الكوره بره ينزل الدكتور. وهتلاقي سياسات اللعيبه وكولر وكل المديرين الفنيين فاهمينها او على درايه بيها يعني. حضرتك برضك لو انت تلاحظي لما لعيب يقع هتلاقي الدكتور ما بينزلش بسرعه، ما بيعملش الاسبرينت. لا دي مؤامره بقى. الموضوع كده مش حلو. ده مسلسل بيتعمل علينا. ايوه لو حضرتك لو جبت اي لقطه من المباراه وركزت فيها هتلاقي ان الدكتور لما لعيب يقع من الفرقه الثانيه دي هتلاقيه بينزل بطيء وعلى مهله وهو طالع يقعد يدي ده ميه. الرفايع دي مش بتسيء في نهايه المطاف لكره القدم الافريقيه؟ طبعا. ولجدوى وفاعليه الاتحاد الافريقي لكره القدم. طبعا ومحدش بياخد اجراء. هيبقى الوضع على ما هو عليه لغايه امتى بقى؟ الاجابه ايوه مش هنقدر نقول لك حاجه. عايز ايه؟ نضحك عليك. ايوه مظبط نفسك على ايوه هو ده النظام بقى. ده النظام. هي سمه للكره الشمال افريقيا ان هم لما يبقوا كسبانين هيقعدوا، خصوصا لو فريق كبير زي الاهلي، لا انا ببقى نازل اجيب جون وانام عليه خلاص بقى كده، انا مش عايز حاجه اكتر من كده. وهما طول الوقت بيهتموا معانا السياسه دي في سواء منتخب مصر او الاهلي. فلا لا هي سمه وهتفضل سمه. والمشكله يعني الحكام ما بيحكمكش للاسف كمان. للاسف الشديد. بما انك ذكرت بقى استاذ شادي المنتخب، خلينا ننتقل شويه للمنتخب. وعايز اقف عند اللقطه الحلوه اللي كانت المنتخب في المعسكر في استقبال بقى لعيبه الاهلي، يعني حلوه دفعه معنويه حلوه. الكيمستري اللي بتبقى بين المنتخب او حتى الفريق بتبقى حلوه لما بتبقى بالشكل ده، خصوصا ان انت دلوقتي بتتكلم ان الانتصارات اللي حققها الاهلي وان هو بقى ينضم للمنتخب وان هو دلوقتي يبقى عنده مباراه كبيره، اعتقد ليها برضو مميزاتها بشكل كبير او الكفه عندك خلينا نقول ارجح شويه. طبعا نبدا من هنا. طبعا المدير الفني بتاع منتخب مصر ذكي جدا، هو استفاد من الناحيه المعنويه بتاعت لعيبه النادي الاهلي، لان هو قام المنتخب بالتشكيل الاساسي 50% من النادي الاهلي. بالظبط 50% بالظبط. يعني لما نيجي نتكلم عن حراسه المرمى، الاثنين سيد باكات، الباك رايت محمد هاني، لولا ان علي معلول تونسي كانت هتلاقيه موجود. يعني ما بقيناش نحس انه تونسي. لا يا عندنا مصريين. انا بتكلم بالنسبه للمنتخب. انا طبعا مفهوم. فهتلاقي خمسه اساسيين في تشكيله المنتخب، يعني 50% من قوام المنتخب. وتزيد عليهم كمان محمد الشناوي. يعني هو اصلا 50% من الفرقه. فبالتالي يعني 90% من قوام المنتخب مع الثلاثه اربعه اللي هم مع بقيه الفرقه المحترفين هو ده قوام المنتخب. فبالتالي هو استفاد جدا من البطوله كناحيه معنويه في استقباله لعيبه النادي الاهلي، وضع طبيعي جدا لان هو استفيد منها معنويا وبدنيا لان هم فورم عاليه جدا. وصلوا يعني مباراه العوده دي بتاعت الوداد اللعيبه وصلت للتوب فورم بتاع النادي الاهلي، فهم بالتالي بدنيا وذهنيا وفنيا جاهزين للمباراه، فبالتالي انا اقدر استعين بيهم بكل ثقه وهم هيبقوا اضافه قويه للمنتخب. فالاستقبال في حد ذاته هو زي ما قلت لحضرتك اي مدير فني عاوز ينجح بيعتمد على اوضه اللبس. دي حاجات من حاجات اوضه اللبس اللي هو تكاتف اللعيبه، الحب ما بينهم، يعني زي ما انا شفت في بدايه اللقاء انت وكابتن هوان يعني في نقاش وفي بتحضروا وبتتكلموا في الحلقه. ما هو ده عشان تنجح حضرتك لازم تحضر. صحيح بيبقى ليها تجهيزات. الجاهزيه ممكن تبقى متحققه بشكل فردي في اللعيبه وبصفه خاصه لعيبه النادي الاهلي وبطبيعه الحكامين طبعا المحترفين. لكن فكره ان انت مش بتقعدي مع بقيه العناصر وقت كافي، مفيش معسكرات كافيه. انا بتكلم فيما يتعلق بالهارموني ما بين اللعيبه، فعندك لعيبه عايشه اصلا بره مصر فبتيجي زمان وقت معين محدود، فهل الوقت ده كافي؟ اقول لحضرتك دي نقطه مهمه جدا. زمان كان يقول لك ايه، اصل اللعيبه مفيش تجانس في الفرقه بقالنا شهر بس بنعمل اعداد ومعسكرات ومفيش تجانس. الكلام ده اتلغى من زمان قوي من الناحيه الفنيه، الكلام ده بقى قديم جدا. ليه بقى؟ اقول لحضرتك دلوقتي لعيبه المنتخب بتتجمع ثلاث ايام قبل الماتشات في كل انحاء العالم وبيلعبوا، وخلاص هو لعب قبل كده معاه وحافظ التحركات. وبعدين المحلل الفني دلوقتي بقى ليه دور مهم جدا على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي بالنسبه للتيم. انا دلوقتي لما باجي اقعد بعمل محاضره فيديو بشوف الفرقه الثانيه وبشوف تحركاتها، وكل لعيب من الفرقه بتاعتنا بياخد الشغل اللي هيشتغله. هنا لما الكابتن شادي يطلع من هنا انا هخش كده، حضرتك كابتن هوان ده هتعمل لها وهكذا. في شغل بيتعمل في اوضه اللبس فني بيحضر للمباراه بنسبه 50-60%، فبيلغي الموضوع ان انا ايه فتره التجانس اللي هي زمان كنا نقول لك نعمل تجانس عشان في لعيبه جديده ولعيبه قديمه. طب ما المنتخبات كلها على مستوى العالم ثلاث ايام بيتجمعوا وبيلعبوا وبيقدموا مباريات كويسه. لكن احنا كمنتخب مصر دايما نتائجنا بتبقى عاليه جدا. ليه؟ في التجمعات اللي هي فيها زي بطوله افريقيا، زي لاني
احنا طريقه يعني التعامل الشخصي ما بيننا بيعتمد اكتر على كده، لكن احنا بنتكلم على مستوى العالم اتلغى الموضوع ده من زمان، ان انا التجانس ولازم نقعد في الطاوله عشان لعيبه تتجانس مع الفرقه. لا، في لعيب يقدر يشيل يتحمل المسؤولية والضغوط، وفي لعيب ما يتحملش، بس هو ده الفرق. صحيح، وفي مدير فني يتحمل الضغوطات وفي مدير فني لا يتحمل الضغوطات. وعايز اروح معاك استاذ شادي النقطة دي، لان لسه انا وكريم كنا بنقول احنا عايزين نشوف منتخب فيه استقرار الى حد كبير، ومش عايزه بقى يبقى فيه حكم من قبل الجماهير اللي هي عندها شق العاطفي غالب شوية، اللي هو لعبنا ماتشين حلوين مع فيتوريا الراجل ده رائع، ما لعبناش زي ما حصل قبل كده يعني نقوم لا خليه يمشي. يعني ده صعب جدا وده اضراره على المنتخب وحشه. طبعا طبعا، فزي ما حصل طبعا مع كابتن ايهاب جلال، ومشهد كان سيء جدا يعني، وقبليه كابتن حسام البدر، وقبليه كابتن حسام يعني انا عايز اقول لا يليق بصراحه. عايز طبعا عايز بس اقول حاجه، ان ليه احنا نجحنا في 2006 و2008 و2010؟ انت عارف قوام المنتخب، تبقى عارف القائمه اللي هيختارها كابتن حسن شحاته، ولو في تغييرات غير واحد او اتنين مركز او اتنين بالعافيه يعني. تمام، فانت اللعيبه كانت عارفه بتلعب ازاي، وفي استقرار فني واداري، وكانت الفتره الذهبيه للمنتخب مصر. دلوقتي انت كل فتره بتتغير القايمه، بتبتدي في لعيبه جديده بتخش، في لعيبه بتخرج، انت نفسك اراهن ان حد عارف القوام الرسمي او اللي ممكن نخش بيه ام افريقيا لو بكره؟ لا، ما حدش هيبقى عارف، لان انت بتغير كل فتره، فهو هياخد وقته يعني، فيتوريا هياخد وقته، هيبتدي يقف على اللعيبه الاساسيه او التشكيله الاساسيه اللي هيبتدي بيها كل مباراه والقائمه الاساسيه بتاعته. بس انا حابب اقول لك حاجه، زي الكابتن ياسر ما قال، احنا ليه بنتفوق في التجمعات الطويله؟ عشان هي احنا محتاجين تجمعات، مع دي بتتعالج البطولات المجمعه، النقطه السلبيه اللي احنا بنقولها دي بتتعالج في البطولات المجمعه، اللعيبه بقى بتقعد مع بعض والقوام الاساسي موجود، ونبتدي نبني على ده، وبناء عليه بنقدر نوصل لمباراه نهائيه او ناخد البطوله او او او. زائد طبعا انت دلوقتي عندك ميزه عظيمه قوي، اللي هي ايه؟ انت لعيبه الاهلي جايه بثقه، تقدر تستحمل اي ضغوط. بالمناسبة ان انت تلاقي لعيب يستحمل اي ضغوط وعنده شخصية في الملعب، ده مكسب عظيم جدا في اي مباراة، وده اللي هيعتمد عليه فيتوريا، بدليل هو ضم 9 لاعبين من الاهلي عشان وخدهم من دار للنار. فهو يعني الموضوع ده هيفرق معاك جدا، وهيفرق مع المنتخب جدا، والفتره الجايه ان شاء الله يعني هيبقى في ان شاء الله نتائج ايجابيه، ونقدر نرجع تاني للمنتخب مصر يبقى مرعب لفرق افريقيا كلها. على فكره التفصيله اللي ذكرتها نهاوند، نقدر نقول الى حد بعيد يعني ان هي جزء من الموروث العربي، يعني فكره ان اللي نرضى عنه لانه عمل ماتش حلو نشيله على كتافنا واسم الله عليه اسم الله عليه. نفس الشخص لو عمل ماتش اللي بعديه وحش نبص لبعض ونقول ما معناه، مين المغفل اللي جاب الراجل ده بكى يعني؟ ليه دي طبيعتنا؟ ليه ده موروث؟ زي ما حضرتك قلت بالظبط يا كريم، انت قلت دلوقتي ان ده موروث احنا عندنا، فجاه نطلعه سبع سماء ونهبله في الارض بعد ده نتيجه سلبيه، وعن اقتناع في الحالتين. وتلاقي المباراه جاهزه في الحالتين ومقنعه. هو الموضوع ده على فكره مش في مصر بس يعني، لا بالكم ده ما فيش. اقول لحضرتك يعني في انديه بتروح بتقعد على البطوله اربع مواسم، ما حدش بيقول غيروا لي المدير الفني. ده 1% يا كابتن هوا. لا ازاي يا كابتن؟ اقول لحضرتك، قول لنا قول لنا يا كابتن. لا انا مش مختلف معاك. لا عادي اتفضل. بس انا بقول ايه؟ ان ده بيحصل على مستوى العالم، يعني انا مثلا بشتغل في كذا دوله عربيه، اشتغلت في ماتشات يبقى المدرب ماشي ما شاء الله كويس جدا، ويجي مثلا يلعب مع ديربي ويتغلب مباراه. انت بتتكلم عربيا، احنا بنتكلم عالميا. عالميا يعني عالميا ده لا يحدث. لكن انا بكلمك على مستوى الدول العربيه بيحصل الكلام دوت، لكن مش زي اللي حصل مع كابتن ايهاب. بالظبط. يعني لكل قاعده يعني شواذ، لكن اللي حصل مع كابتن ايهاب ده كان غريب جدا. يعني راجل حتى ما لحقش يمرن الفرقه ثلاث اربع مرات. ويعني انت لو انت مش مقتنع بيه من الاول جبته ليه؟ ما هي دي المشكله، انا لازم اختار المدير الفني كويس من الاول. عشان كده في اختلاف، نرجع للكلام دوت، في اختلاف جديد يعني جامد جدا بيننا وبين السعوديه مثلا في موضوع المدربين. هم السعوديه بيعملوا ايه؟ عملوا لائحه من السنه اللي فاتت ان المدرب ما يشتغلش الا في نادي واحد فقط لا غير. المدرب اول ما يمشي من نادي يركب الطياره ويروح على طول، ما ينفعش يشتغل في اي نادي تاني، استحاله. فده لو اتطبق في مصر
هيبقى المدرب لما يجي يروح نادي والنادي ما يسمحلوش اكتر من اثنين مدربين. لكن هم عملوا كده مع المدربين اللي غير السعوديين، لكن المدربين السعوديين يقدر يشتغل في ناديين، المدرب المحترف يشتغل في نادي واحد فقط، لكن النادي ليه اثنين مدربين بس. فلو نقدر نعمل اللائحه دي في مصر ان احنا نعمل المدرب يشتغل في نادي واحد فقط لا غير، والنادي يجيب اثنين مدربين، يبقى هنا هيتطبق معايير اختيار المدرب كويس جدا، مش انا اجيب صاحبي والوكيل ده يجيب دوت ودوت معدي من قدام النادي يخش يشتغل وبعد تمرينتين لا التمرين بتاعي مش عاجبه، لا اصل ده بيلعب دفاعي، لا ده بيلعب هجومي، ويحصل نفس المشكله اللي قالتها كابتن هواندي وعملت بيها المشكله دي. طيب بص بقى احنا هنروح فاصل، بس قبل الفاصل هنعرض لقطه كانت جميله جدا والناس كتير عملت لها شير تحديدا امبارح، لان هي لقطه الكابتن محمود الخطيب والحركه اللي عملها مع ازازه كانت موجوده، اعتقد حضراتكم شفتوها طبعا، خلينا نعرضها اول مره يعني، والموضوع كان في اقل من ثانيه تقريبا يعني، فناس كتير شيرت ده، تحس ان التالنت كده كده موجوده مهما كان سنك كام يعني، ما فيش حاجه اسمها كبرنا بتاع بطلنا. ممكن يلطق غطا الازازه، مش الازازه نفسها، أيوة الغطا أيوة نفسه، مش اول مره على فكره. محمود الخطيب الاسطوره. صحيح. هنروح فاصل سريع وهنرجع مع ضيوفنا اكيد كابتن ياسر والاستاذ شادي، خليكم معنا. من جديد لعشرة صحف الاهلي والضيوفنا اللي منورنا الاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي وكابتن طبعا ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق، واحنا بنتفرج يعني من واحنا في الفاصل الحقيقه كان في حوارات شيقه جدا كانت دايره ما بيننا احنا الاربعه، وفي شويه تفاصيل مهمه استاذ شادي اشار اليها برضه هنرجع لها خلال دقائق، وفي تفصيله كابتن ياسر قالها فكره توجه كابتن محمود الخطيب بمجلس الاداره وتحيه الجماهير اللي كانت موجوده في ماتش الاهلي والوداد. لقطات نادره يا كريم. قال لك ما تطلعش غير من لعيب كوره. بالظبط. ان لعيب الكوره دايما بيحس بالجمهور. بص كابتن خطيب وهو بينطق الازازه ما يعملهاش برضك. أيوة. الا يعني لعيب جامد قوي. وكون انه ياخد مجلس الاداره دي يعني هو كابتن للفرقه اللي هي مجلس الاداره دي، فرقه النادي الاهلي كمجلس اداره دول تيم لوحديهم، فهو خد فرقه النادي الاهلي راح بيهم للجمهور، دي لقطه ما يعملهاش الا لعيب كوره، ولعيب كوره كبير كمان، مش اي لعيب كوره يعرف يعمل دي، لان كون ان ياخد مجلس اداره كده كتيم ويروح للجمهور بالشكل دوت ويسقف للناس ويشكرهم، طبعا ما يعملهاش الا يعني حد يعني لعب كتير واخلاقه عاليه ومدرك قد ايه المجهود اللي بيبذل من قبل الجماهير، وناس بتستلف يعني وناس بتسافر وتاخد اجازات وحاجات كتيره جدا عشان كل النقطه دي يعني دي ميداليه في حد ذاتها للجمهور طبعا، وبنشكرهم طبعا على المجهود اللي عملوه مع الفرقه وان هم وقفوا مع الفرقه، واللقطه دي يعني تتدرس طبعا، يعني مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، وعلى فكره هم مسافرين على حسابهم الشخصي، كل مجلس الاداره مسافر على حسابه الشخصي، فدي لقطات تتدرس يعني الحاجات اللي اتعملت في المباراه. انا شايف حضرتك في الفاصل يعني بتغني وكابتن هواندي بتغني. انا بسقف. هي شاركت بالسقف حضرتك. وطبعا فالموضوع يعني كبير يعني. استاذ شادي كنت بتقول لنا ايه بقى في الفاصل انا ولهواندي حاجه ليها علاقه بترتيب. الاهلي قفز المركز الخامس عالميا وفق الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، متفوق على انديه كبيره قوي منها بايرن ميونخ. فطبعا ده حاجه عظيمه جدا جدا ومشرفه جدا جدا جدا، واعتقد ده هي كمان يعني هيقفز مراكز ثانيه قدام، لان ما كانتش حسبت اخر مباراتين اعتقد او اخر مباراه او مش يعني مش عارف بالظبط هيبقى كام، مش عارف بيحسبوها بالظبط كام، بس طبعا دي حاجه مشرفه جدا. زائد طبعا ان انا عايز اقول ان الاهلي حقق 11 بطوله افريقيه على حساب 11 نادي، يعني يعني ما فيش نادي متكرر كويس. ويعني على حساب مثلا ثلاث انديه من تونس، الترجي والصفاقسي والنجم. فلا الاهلي من حاجه مشرفه قوي قوي قوي، وناس هتفخر بالنادي الاهلي. كنت بتقولي كمان على فكرة ان ال 11 مرة احنا فوزنا فيهم على 11 فريق مختلف. بس قبل ما اروح للتفصيلة دي، بص في شوط كده يعني تلاقي كابتن سيد عبد الحفيظ ورا هو اللي ماسك الكور عشان يديها للعيبة عشان عملية تضييع الوقت اللي كنا بنعاني منها هناك. اخدت بالي منها ساعة في وقت الماتش، وقد ايه عنده حرص وخوف على الوقت، وان الماتش ما يهربش من اللعيبة خالص. كولر اول مشهد الاولاني واديها 43 من الشوط الاولاني. فلو حضرتك نزلت بالصوره شويه هتلاقي التايم موجود في ناحيه الليفت، الدقيقه 43. فطبعا كان الاهلي مغلوب 1-0، بالتالي هو بحس لعيب الكوره سيد عبد الحفيظ بحس لعيب الكوره
هو برضك عاوز يلعب يعني طبعا. بصراحه صعب مش يهدف الكوره يعني نفسنا بنتفرج على الماتش يعني عاوزين ننزل نلعب يعني دي فرقتنا وال11 كاس من 11 فرقه مختلفه انت واخد من ثلاثه من تونس وثلاثه من فرق جنوب افريقيا وواحد من غانا وواحد من السودان وواحد من الكاميرون ومن مصر اللي هي سنه 20 ومن المغرب برضو واحد فكده تقريبا في فرق شمال افريقيا فاضل لك الجزائر ما خدش منها خالص اي بطوله لسه ان شاء الله ناخدها في السوبر طبعا انجاز رائع اكيد طبعا يعني طبعا وان شاء الله ناخدها في السوبر ان شاء الله ما يمنعش طب ما تيجوا شويه نتكلم في تقريبا ال 10 دقايق اللي فاضلين لان ده سؤال مكرر وسؤال البعض من الضيوف يقول لك حلول لي البعض يقول لك والله مهما قلنا حلول ما فيش حاجه هتتغير فاقبلوا الوضع زي ما هو عليه هي فكره المنظومه الكرويه ودور الفيفا ودور الكاف انا كانديه لو انا عامل اللي عليا وهتكلم عن نفسي تحديدا النادي الاهلي انا عامل اللي عليا بشكل كبير جدا بس لازم الفيفا ولازم الكاف يبقى ليهم دور كمان مساعد فممكن ندخل يعني في الملف ده بقى من الزاويه دي ولا حابين كمان تضيفوا حاجه؟ لا انا حابب بس اتكلم على الملف اللي حضرتك فتحتيه ده الموضوع هنا بيفرق انت قوي ولا لا؟ سيك بقى من اللي هو بيتقال واللي تقصد يعني المغرب طبعا طبعا انت قوي ولا لا؟ يعني انت لو انت قوي في الفيفا او في الكاف لا انت بتقدر تحرك الامور بشكل هو واضح. المقر عندنا ولكن القوه معروفه للاسف السيطره يعني فين يعني وبعدين يعني عندي المقر وبعدين انا استفدت ايه بالزبط. لا قبل كده مصر طب هديكي دليل انت ماتش مصر النهارده ليه ما تاجلش يوم او اتنين يعني احنا مش قادرين ناجل يوم او اتنين ايه اللي هيحصل لو تاجل يوم او اتنين يعني انا مش شايف اي مشكله لو تاجل لعيبه الاهلي لسه مخلصه ماتش اول امبارح او من يومين بالظبط ما فيش حتى استشفاء ما لحقوش يعملوا استشفاء فلا يعني في حاجه تفاصيل صغيره في حاجه كمان زي استكمال الكابتن شادي اللي حصل معانا احنا السنه اللي فاتت في النهائي لا 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 ده كان كارثه يعني لما حضرتك تيجي تقول العب النهائي بدل ما العبه في ارض محايده او العبه في ملعب الفرقه الثانيه العبه على كده ارضه وفي نفس الوقت ماتش واحد ازاي يعني مش فاهمها ومش ده بس يا كابتن ياسر ده انت كمان مشكله كاس العالم للانديه اللي انت نص لعيبتك كانت في بطوله والنص الثاني بقى كاس العالم ايوه صح فبالتالي بيحصل معانا حاجات غريبه جدا وده معناه ان هو في خوف من النادي الاهلي لما تيجي حضرتك تتكلم على زي ما كابتن شادي قال على كاس العالم للانديه لما تيجي تتكلم على نهائي دوري الابطال يتلعب على ملعب الفرقه الخصم دي غريبه جدا يعني ما حصلتش يعني اول مره تحصل على مستوى العالم فبالتالي طبعا في ايد خفيه مش عاوزه النادي الاهلي تاخد البطولات يعني هو بدليل ان ده حصل طب احنا واحنا لعبنا في المغرب وخدنا البطوله من المغرب ده الطبيعي لكن السنه اللي فاتت عمل يعني على النادي الاهلي من كل الاتجاهات حاجات غريبه جدا بتحصل صحيح دلوقتي احنا اول نادي يلعب كاس العالم للانديه في ثلاث العاب السنه دي صح صحيح ولا لا صحيح صحيح ولا ايه رايك انت انا معاك يعني انت بتقول كلام حلو والله ده انا مبسوطه يعني النادي الاهلي هيلعب السنه دي كاس عالم للانديه في كره القدم وايه تاني ولا والسله واليد واليد صح ولا لا السله واليد والقدم ثلاث العاب هنلعب فيها كاس عالم للانديه قول لي في نادي في العالم هيلعب كاس عالم للانديه في ثلاث العاب في سنه واحده انا احب بس اضيف حاجه نقطه خلي بالك احنا الموسم ده بدايه دوري السوبر الافريقي وطبعا انت كل العيون عليك انت طبعا الدوره دي او البطوله دي جوائزها الماليه عظيمه جدا توصل 12 مليون دولار وانا اتخيل ان انت مش هتيجي تاخد كل حاجه بقى يعني لسان حال بعض انت مش هتيجي تاخد كل حاجه انت عايز تاخد دي ودي ودي وهتاخد كمان دي لا يعني انا اعتقد برضو يعني الموضوع مش هيبقى سهل قوي واعتقد كمان على المستوى الافريقي الناس مركزه معانا قوي وطبعا يعني انت طبيعي ان انت راجل بتاخد كل البطولات يعني الفير بلاي لا متحقق في الملعب ولا متحقق في الاتحاد ولا متحقق بره ملعب وهنقضي اللي جاي من عمرنا ونتكلم برضو عن الاصابع الخفيه وبالرغم من ده بتاخد البطولات كلها الحمد لله واخرتها ايه تخيل صح لا ان شاء الله اخرتها ناخد كل البطولات زي ما خدناها المره دي وضع يعني احنا على وضعنا زي ما احنا على وضعنا هل المشهد كابتن ياسر كان بالشكل الفج ده حتى ايام حضرتك ايام ما كنت بتلعبه يعني هل كان في الكم ده من والله لا منطقيه والله هو الموضوع ماشي بقالنا سنين على كده فبس دايما النادي الاهلي دايما بيجي في التايم المظبوط دايما بيجي في الميعاد المظبوط لما تيجي حضرتك تشوف النادي الاهلي زي ما بنتكلم ثلاث العاب جماعيه هتلعب كاس العالم للانديه في سنه واحده هل ده يجي صدفه
طبعا. لا طبعا نتاج منظومه سليمه. لما تشوفي حضرتك المجلس الاداره بالكامل رايح كتيم يشجع الجمهور يشكرهم على الحضور، لما تشوفي الجول نمبر 1 في مصر رايح يدي الميداليه بتاعته لاوفا الجون اللي لعب، لما كل الحاجات دي عوامل تودي للنجاح. النجاح ما بيجيش صدفه، النجاح بيجي بالعمل والاجتهاد. لا انا اقصد العادة. الشق اللي هو فيه مشاكل بشكل كبير، هل ده كان برضو وقت حضرتك ايام أيوة احنا بنتغلب عليه بكل وقت الحمد نفس لله نفس النوعيه نفس الكواليتي مش هيتغير برضو كان فيه اصابع كفيه وقت لا ده اكتر ده اكتر ده في مشاكل كبير حصلت. انت لو متذكر الازمه اللي حصلت في ماتش مصر وتونس لما اللعيبه ضربوا بعض وضربوا لعيبه المنتخب عندنا، وفي نادي الاتحاد اتضرب تقريبا انا يعني مش متذكر قوي في الكاميرون تقريبا ضرب علقه موت يعني كان في وقع سابقه برضو مع الجزائر وفي الجزائر ما شاء الله يعني الموضوع ده كاراتيه صحيح لا في السودان لا ده غير السودان ده ام درمان ده حاجه ثانيه بقى لا كان عايز افتكر لك هفتكر لك كان انهي جيل كمان انا مش فاكر السنه بس فاكر الجيل تقريبا مجدي عبد الغني لا انا بتكلم على جيل الجزائر كان وقتها مين كان فيه رباح مجاير تقريبا رباح مجاير الفتره اللي كان فيه ماتش ده الشوط ده انا هو اقسم لك بالله غير مسبوق يعني بتشوفي رياضات قتاليه بتتلعب نزلوا ورا اللعيبه بعصيان يضربوه عصيان مش بالعنف اللي بيحصل دلوقتي لا لا موضوع وقتها انا فاكره بس كنت صغيره بس هل وقتها كان في محاسبه فعلا ليهم لا انا مش متذكر بس اللي عايز اقوله لك ان طبعا الوضع كان مختلف عن دلوقتي دلوقتي في نقل تلفزيون في سوشيال ميديا في حاجات كتير جدا لكن وقتها ما كانش فيه الكلام ده خالص فكان الموضوع انت فكرني قال لي ده كان جيل 90 كان ماتش مصر والجزائر هناك في الجزائر ماتش جون حسام حسن تقريبا تمام فلا فيعني كانت الكاميرا تروح الناحيه الثانيه ولعبت الضرب تاكل ضرب لا جون حسام حسن هنا كان في القاهره اوكي لا احنا تعادلنا هناك ايوه لما احنا كاس العالم 90 كان هنا في القاهره حتى كابتن لطيف كان ليه مقوله مشهوره قوي لما كان بيقول لهم الله يرحمه كان لهم بيستفزوك يا عبطه لما كانوا وإذا عدى مرحلة الاستفزاز بصراحة ده كان ليفل كده هو هي موروثات وسيستم في دول شمال افريقيا مع منتخب مصر والنادي الاهلي صحيح يعني برضه تبقى هذه الظاهرة لافتة للأنظار وانا هنا مش بتكلم على دوله بعينها ولا على فريق بعينه ولا على منتخب بعينه بس فعلا في منطقه معينه من عالمنا العربي او من قارتنا الافريقيه في بعض الاحيان بيبقى في غل شخصي بعيدا خالص عن كره القدم وعن الرياضه وعن الفرق اي حاجه كابتن كريم فيها نجاحات هتلاقي في اعداء للنجاح في صح. كل حتى على الكائنات الاشخاص في كل المجالات في الحياه الطبيعيه صح. هتلاقي دايما اللي يهاجمك جامد جدا تعرف ان انت الحمد لله ماشي في الطريق المظبوط وامورك ماشيه كويسه لان انت طالما انت ماشي كويس هتلاقي فيه هجوم عليك دايما كده صح حتى طول الوقت يعني كالاهلي عن الكوره والرياضه او كده في الحياه العاديه يعني انت حضرتك هنا عاملين برنامج البرنامج بتاعكم سمع بشكل كويس جدا ما شاء الله تيم ورك كبير جدا فهتلاقي في ناس بتتكلم تعرف يعني تاكيدا لكلامك لو طالما حدي مثال علينا انا وكريم اول ما جينا بعد سنه تقريبا من انضمامنا يعني قناه الاهلي و10 الصبح في الاهلي كان في البعض يعمل ايه بقى؟ ياخد صورتنا ويحط كلام فوق وكان احنا اللي قلنا فكان في ناس اصدقاء ليا يبعتوا لنا صورتي يبعتوا صوره كريم يقولوا لي وانتوا قلتوا كده فعلا نقول لهم سؤال واحد لو احنا قلنا كده ما نزلوش الفيديو ليه صح. ولا هي انا ممكن احط صوره اي حد واحط الكلام اللي انا عايزاه فوق واقول ده قال ده يعني ماما مش لاقيين حاجه يعملوها فبيحاول اي حاجه يقولها اكتر واكتر بعد دخول الذكاء الاصطناعي يا ست لسه كنت ممكن تتكلم دلوقتي الموضوع انت تحط صوره تتكلم صوت وصوره الكلام اللي حضرتك قلتيه ده هو ده اللي انا قصدي عليه ان دايما لما يبقى في منظومه فيها نجاح دايما ممكن تلاقي اعداء للنجاح طبعا ده فور شور يعني فور شور يعني هو ما شاء الله لو طالما بنتكلم على البرنامج عندكم ما شاء الله مسمع بشكل كبير الحمد جدا لله. بقى من ضمن البرامج نمبر 1 بالنسبه للصبح دايما على مستوى كل القنوات فبالتالي ده مش مجاش من الصدفه جه من شغلكم وزمايلنا كلهم هو اقول لك على حاجه كابتن ياسر دايما انا بشوف اعداء النجاح في العموم مش بس للكائنات للاشخاص او غيره دول بيبقوا الطاقه اللي انت اصلا بيدوك دفعه يعني الواحد اوقات كده ممكن يتعب ويقعد خلاص مش قادر اكمل لا خلاص الموضوع ده انا نفسي فيه مش هوصل له كل ما تفتكر الناس اللي هتبقى فرحانه لو انت ما نجحتش ده خلي نفسك تبقى انا نفسي
بعمل ده. لا طب والله لا اوصل للي انا عايزاه عشان عندل في الناس دي اللي نفسها ما وصلتش. فيعني هم زي ما بيقولوا البنزين بتاعنا. صح يعني. حضرتك يعني بنشكرك طبعا على كلامك الجميل، اسعدنا جدا يعني جدا زي ما سعدنا بوجودكم معانا في حلقه النهارده اللي نورتونا وشرفتونا فيها. لا فكره جميله والله. انا ببقى سعيد دايما اني موجود معاكم. طبعا حضراتكم حاجه كبيره بالنسبه لنا جدا، وطبعا في قناه النادي الاهلي، وسعيد بالكابتن شادي، وبشكر كل زمايلنا المخرج وكل زمايلنا طبعا. شكرا لحضرتك. انا سعيد جدا جدا ان انا اول مره ابقى معاكم بصراحه، وسعيد جدا جدا بتواجدي معاكم. اهلا بيك دايما. اشوفكم دايما معانا باذن الله في الايام كمان والشهور اللي جايه. نشكر حضراتكم اكيد على متابعتي انا وكريم النهارده.